مبروك نجم النجوم. اخبارك ايه يا كابتن؟ انا سعيد، اخبارك ايه؟ سعيد معاك وسعيد طبعا. البرنامج يعني برنامج جميل، وبرنامج ربنا يخليك اسم المجر اللي احنا كنا عشان بتجاملني بس. لا لا طبعا طول عمرك معروف ان انت المجر. ربنا يكرمك. والسرعات والاوفرات الجميله وكل حاجه. طب احنا بقى هنقف كده شويه، كده نقف رسمي شويه. رسمي بقى. اه لا وشك بقى هنا عندنا هنا كده. بص للمنبه دي كده. اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. اخبار الفتنس ايه؟ في رياضه ولا في؟ لا لا في فتنس ومش تقيل زي انت ما قلت. لا انا بقول لعيب تقيل، لعيب تقيل في اللي يعني الحمد لله. في ما شاء الله الحمد لله. بقول عليك كنت عنيد في كل شيء، راجل عندك تصميم واراده ولحد دلوقتي. لحد دلوقتي لحد دلوقتي الحمد لله. بس انا سمعت انك بتخسر في التنس. ابدا. ده انا عندي حاجات ابدا خالص. والله يا كابتن مصطفى بص انا بروح بستمتع. يهمني الناس تستمتع، وفي نفس الوقت بلاقي ناس زباين زباين زباين. ممكن اشرب عصير على حساب حد منهم. والله. طب استنى عندي كلام وعندي هقول لك كل حاجه. اللي عندك كله قوله. هتطلع كل اللي عندك. كل اللي عندي. جاهز معانا يعني؟ طبعا طبعا. طيب. انا جاهز. انا عارف انت بتحب الشاي. هتقعد تشرب شاي دلوقتي وهنشوف تقرير. شاي كيني ولا ما؟ لا لا انت فاكر شاي كيني. هنحكي على كل الحاجات اللي انت ما حكيتهاش قبل كده. حاضر. هنا برنامج المجري. النهارده هيبقى عندنا حلقه مميزه جدا مع نجمنا، نجم كبير في عالم كرة القدم وكان نجم في السبعينات، وزي ما بيتقال النجم الـ 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 الجيل الذهبي. طبعا كل جيل بيبقى ليه مسميات. احنا كان ليا الشرف ان انا طبعا بلعب في هذا الجيل، وكان الكابتن فتحي مبروك بلعب معاه، واصلا كمان كان كابتن عليا وكان كابتن بمعنى الكلمه. اتمنى من شاء الله ان احنا نقعد كده ونظبط نفسنا. تابعونا مع المجري والكابتن فتحي مبروك.